الإنسان يدري شنو الأولوية بأن الحمد لله يعني راح يستجب المسلمين كاملين وراح بدأت بتلعب في فرنسا وبدأت حارب على ود الشقة اللي دار ماكرون المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم وراه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله دين كما كنشوفوا هنا مباشر والزوجة ديالو اللي كيسوءوا بالإسلام وكيسوءوا باب الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنسوش تدعمونا باللايك ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي فيديو جديد.